لما سمع خبر استشهاد حمزة كبر وسجد سجدة شكر لله. ابنك يا شيخي يا جمال يرعب جند الاحتلال، يا حمزة الفارس خيال. والدي تنحدر عائلته من قرية عين حوض قضاء حيفا، طبعا مواليد مخيم جنين، منذ عودته من السعودية لفلسطين وهو في أكثر من اعتقال كان، يعني آخر اعتقال نحكي عنه اللي هو كان بال 26/8/2002، تم الحكم عليه 9 مؤبدات و20 عام بتهمة خلفية عملية صفد البطولية. بعد ما انتهى التحقيق مع والدي بأيام كان صار يعني سيدي توفى، بعد هيك حمزة استشهد. طبعا حمزة الحمد لله رب العالمين، ربنا أكرمنا يعني وتوج يعني مرحلة الصبر هاي كلها إن شاء الله باستشهاد حمزة. حمزة أبو الهجا قناص يطخ الأعادي برصاص. طبعا لما سمع خبر استشهاد حمزة حسب ما حكونا الأسرة يعني موجودين معه كبر وسجد سجدة شكر لله. وطبعا احنا من 4 شهور توفت اخته ومن اسبوعين توفى اخوه، يعني الله يكون بعونه. بدايه اعتقاله لحد استشهاد حمزه اللي هي 2014 يعني ما كان صح لنا اي تصريح لزيارته، دائما كان في العزل الانفرادي 8 سنوات. بعد ما طلع من العزل الانفرادي كان احنا ممنوعين من الزياره، صار السبب بعد استشهاد حمزه باشهر طلعوا لنا تصريح زياره للوالد. بعد هيك صار اكثر من حجاج، يا اما يسحبوا التصريح، حاليا حجه الكورونا طبعا الموجوده، بس ما انه في زيارات متواصله زي باقي الاسره. يعني والدي اتصاب بشهر 3/2002 خلال اشتباك في مخيم جنين، رصاصه دمدم في اليد وفي كانت رصاصه عنده في الصدر. طبعا ما تلقى علاج لانه كان فترتها مطارد، يعني تم بتر اليد على عجل وما اخذ الدم ولا العلاج الكافي اللي كان بحاجه لانه نزف وقت طويل. يعني الشباب حكوا بعد الاشتياق يعني بعد الاشتباك فكروا انه مستشهد، كان غارق في دمه وهذا عانى منه في السجن. يعني تخيل انت واحد نزف وما تلقى كامل العلاج وتعرض لتحقيق قاسي جدا في الاسر، يعني الاعتقال التحقيق السري والتحقيق العسكري طبعا، يعني الله اعلم شو كانت ظروفه. وغير انه بعد ما خلص يعني تعرض لعزل انفرادي لحاله كان 8 سنوات وهو بيد واحد. وعدنا سلبيات رصاصك عزك عين الجبار تحماك. نوجه طبعا رسالتنا للمقاومة لفصائلنا الآسر الجنود انه ان شاء الله انه قدر الامكان حاولوا انه تبييض السجون، ما يضل لا اسير ولا اسيرة في السجون، لان الفرحة طبعا ما بتكمل الا بطلعتهم كلياتهم. مؤسسات الدولية والانسانية ناشدناها يعني طيلة 20 سنة، يعني ما طلع منها اشي، مناشدات على الفاضي. يعني احنا يعني اذا بدنا نناشد معهم القوة على ارض الواقع وهي المقاومة.